من فترة نزلت فيديو عن أغرب راجل في ريد ديد، والناس كلها عجبت بالفيديو لدرجة إنها طلبت إني أتكلم عن الراجل ده وقصته بشكل مفصل أكتر. والنهاردة هو اليوم المنتظر اللي أنا هخلص لكم فيه قصة الرجل الغريب ده، وهنتكلم عن كل حاجة تخصه. الفيديو هيبقى معقد جدا، ولكن أنا متأكد إن أنت هتطلع في النهاية فاهم كل حاجة. بس قبل أي حاجة عايز أعرفك إن أنت لازم تتفرج على الفيديو اللي مدته أقل من دقيقة علشان تبقى فاهم الموضوع بشكل صحيح. المهم نبدأ الاول الكلام عن الراجل ده بشكل عام. ده راجل ظهر في الجزء الاول بنفسه، وظهر في الجزء الثاني على هيئه تلميحات متوزعه ومتربطه ببعض بشكل او باخر. في الجزء الاول ظهر على هيئه راجل لابس بدله سودا واقف على حافه الجبل، واول ما جون بيروح له بتلاقي الراجل ده بينده باسمه بيقول له جون مارستون. فجون بيستغرب بيقول له هو انا اعرفك؟ الراجل بيقول له اتمنى ان انت تكون تعرفني، بس اللي انا متاكد منه ان انا اعرفك. جون بيقول له انا ما شفتكش قبل كده رغم ان انا شاطر جدا في حفظ الوشوش. الراجل بيرد عليه رد غريب جدا، بيقول له لو انت شاطر في حفظ الوشوش هل انت فاكر وش هيدي ماكورت اللي قتلها داتش فاندرليند على الباخره زمان؟ المهم يعني ان الراجل ده بيطلب منك مهمات انت ليك فيها حريه الاختيار عشان تزود عدد الشرف عندك وكده. بس الغريب هو نهايه المهمات بتاعت الراجل ده. انت بتروح تقابله عند البيت بتاع جون، واول ما تشوفه هتلاقيه بيكلمك ويقول لك المكان اللي انا واقف فيه ده مكان حلو قوي، اشوفك قريب يا جون. جون اتعصب من كميه الغموض اللي هو فيها بقاله كذا مهمه، لدرجه ان هو شتمه ولعنه. الراجل بكل بساطه وهدوء قال له عادي، مش انت الوحيد اللي بتلعني. بعدها جون من كتر العصبيه طلع المسدس بتاعه وضرب 3 رصاصات على الراجل، وبعدها المسدس بيعطل. وغريبه جدا حته المسدس ان هو بيعطل، مع ان بنضرب بيه طول الليل ما فيش اي حاجه. بس الاغرب من كده ان الراجل ده ما حصلوش اي حاجه، والرصاصه عدت من جواه وطلعت من جسمه الناحيه الثانيه وهو ما تاثرش باي حاجه، ولا جسمه اتهز ولا كانه شويه هواء وعدى جنبه. وهنا خلصنا احداث الراجل ده في الجزء الاول. تعال نتكلم عن احداث الراجل ده في الجزء الثاني. في المكان ده في الخريطه في كوخ، لما تخش هتلاقي رسمه مش مكتمله، وكل ما تروح بعد كام يوم هتلاقي الرسمه دي بتكتمل اكتر، لحد ما الرسمه مره واحده بتلاقيها اكتملت. ولما بتروح تقف جنب المرايه بتلاقي الراجل ذات نفسه واقف وراك، ولو بصيت وراك مش هتلاقي حد، اختفى مره واحده. الكوخ ده بيبقى مليان رسائل منقوشه في كل مكان وفي كل حيطه. اول رساله هي رساله فروم ذا سنو تو ذا كيف، من الجليد الى الكهف، ودي بتدل على بدايه القصه اللي كانت فوق الجبل اللي مليان تلج ونهاية القصة اللي عند الكهف. تاني رسالة هي I gave everything for art I learned too much and nothing at all، ومعناها انه ادى كل شيء للفن وعاد عليه انه اتعلم منه كتير. وتقريبا كده يعني ان هو يقصد اللوحات اللي في المكان اللي ممكن يكون قصده انه اتعلم منها كتير اذا كنت انت شخص طيب ولا شرير في اللعبة. لان انت لو كنت شخص طيب في اللعبة وعدد الشرف عندك عالي، اللوحات دي هتبقى صقور وغزلان، ولو كنت شرير اللوحات دي هتبقى ذئاب. تالت رسالة هي I know you. كلمة I know you دي تبقى اسم المهمة بتاعت الراجل ده في الجزء الاول، اللي هما كانوا 3 مهمات. لو ملاحظين هتلاقوا ان الراجل ده باين عليه ان هو عارف حاجات كتير جدا ما عرفهاش اي حد غير اللي لعب اللعبة اصلا، اللي هو انا وانت وانتي وكل الناس اللي بتلعب اللعبة. وكأنه كان مراقبك طول الوقت ده في الجزء الاول وفي الجزء التاني، ومراقب احداث قبل بداية الجزء التاني حتى، زي حوار البنت اللي قتلها داتش في الباخرة. ايوه دي حاجة حقيقية حصلت قبل الجزء التاني. الحادثة دي اسمها حادثة بلاك ووتر، اللي اتذكرت في احداث اللعبة كتير، واتقال ان داتش قتل بنت على الباخرة وبسبب كده حصلت الحادثة اللي اسمها بلاك ووتر، وما نجاش منها غير عدد قليل قوي من الناس اللي بره العصابة. فازاي الراجل ده كان موجود وعرف كمان ينجو ويعرف كل التفاصيل اللي موجودة في الجزء الاول وفي الجزء التاني؟ كل اللي انا قلته ده يبان معقد، ولكن صدقني دي حاجات بسيطة بجانب اللي انا هتكلم عنه ده وكمية علامات الاستفهام الكتير جدا اللي هتطلع حوالين الراجل الغريب ده. دلوقتي بقى تعالى نتكلم عن الراجل ده وتفسير هو مين هو، ويلا بينا نخش في الجد، وجهز عقلك ان هو هينفجر فعلا من قد ايه الراجل ده غريب لابعد حد. وكل اللي انا قلته قبل كده ده حاجات عاديه وتافهه مقارنه باللي انا هقوله دلوقتي، وانا متاكد ان دي حاجات اول مره انت تسمع عنها. في الكوخ في رساله منقوشه على الحيط، الرساله دي محتواها ذا مون ويل شاين اون ان ذا داركنس، الترجمه الحرفيه هي القمر هينور في الظلام، بس الحقيقه حاجه ثانيه خالص. الحقيقه هي ان في احداث لعبه ريد ديد الجزء الثاني في مدينه اسمها ارميديلو، المدينه دي انتشر فيها مرض اسمه الكوليرا، خلى المدينه اغلب سكانها يهربوا، واللي اتبقى فيها او فضل موجود فيها بقى عنده عدوى للمرض واغلبه كمان مات، والمدينه بقت شبيهه جدا لمدن الزومبي بتاعت افلام الرعب. بس وسط الامراض دي كلها والوباء ده كله والناس اللي هربت والناس اللي ماتت، الوحيد اللي ما فيهوش اي حاجه ومفيش اي اعراض تدل ان هو عدى عليه حتى المرض هو صاحب المحل اللي في المدينه اللي اسمه هربرت مون.
ايوه اسمه مون، يعني الراجل الغريب اللي ناقش على الحيط الكلام اللي هو ذا مون والشاين اون ان ذا داركنس، ما كانش قصده ذا مون اللي هو القمر، لا كان قصده مون اللي هو اسم صاحب المحل، لان اسمه هربرت مون. مش مصدق الكلام صح؟ حاسس ان في لخبطه كده. طب لو قلت لك ان في المحل الراجل ده حاطط صوره وراه فيها الراجل الغريب بنفسه، ايوه هو نفس الصوره نفس الشكل، لا كده احنا لازم نصدق ان في علاقه ما بين الراجل الغريب وصاحب المحل ومرض الكوليرا اللي اصاب المدينه دي كلها. وعلى فكره برضو في دلائل تانية ودلائل قويه عن ان الراجل ده ليه علاقه بالمرض اللي اصاب المدينه، وبدليل ان في الكوخ في خريطه لمدينه ارماديلو، ومكتوب على الخريطه دي رساله لازم تركز فيها كويس قوي. الرساله دي هي I offered you happiness or two generations, you made your choice. ترجمه الكلام ده ان الراجل الغريب عرض على حد انه يعيش حياه سعيده او يضمن سلامه جيلين من بعده، وهو اختار. انا هشرح الرساله دي واحده واحده، بس قبل اي حاجه عايزين نعرف يا ترى مين هو الحد اللي بيتكلم عنه ده. عشان تعرف مين الحد ده لازم تروح لصاحب المحل وتفتشه وتاخد اللي في جيبه. هتلاقي جواب من بنته، وجواب بسيط جدا بتتكلم فيه مع ابوها ان هي اتجوزت واحد يهودي وانها حامل في طفل ولما يتولد تعالى شوفه وحاجات كده. رساله بان عليها ان هي بسيطه، بس الرساله دي بينت كل حاجه. دلوقتي بقى القسم الاهم في الفيديو كله، وهو قسم التفسير بتاع القصه كلها. نبدا بقى نفسر كل حاجه من الاول كده، ونبتدي باول لقطه وهي الثلاث رصاصات بتوع جون اللي ضربهم عليه. دي اشاره ان في ثلاث اشخاص هيموتوا وهيدفنوا في نفس المكان وفي نفس البقعه اللي الراجل الغريب ده واقف عليه، والناس اللي قفلت اللعبه بتاعت الجزء الاول عارفين مين الثلاث اشخاص اللي هيدفنوا في المكان ده، والسلاح علق غصب عن جون لان الشخص الرابع، ايوه انت عارفه لو انت قفلت اللعبه دي، ما ماتش. تاني لقطه واكتر لقطه انا عاوزك تركز فيها هي قصه الوباء اللي في مدينه ارماديلو. اللي حصل ان الراجل الغريب ده بيظهر لناس كتير تكون مذنبه، زي ما ظهر لجون في الجزء الاول، وواضح كده ان هو ظهر للراجل اللي اسمه هربرت مون اللي هو صاحب المحل، لانه كان مذنب بطريقه او باخرى. المهم ان الراجل الغريب ده عرض عليه صفقه وقال له انا هخليك تضمن ان انت تعيش لمده جيلين قدامك، بس الثمن ان انت هتعيش حياه تعيسه وهتدفع الثمن من سعادتك، يعني مش هتبقى سعيد بس هتشوف جيلين قدامك. وفعلا هو بسبب ذنوبه كان حاسس ان هو مش هيعيش لمده طويله، فقرر ان هو يتفق مع الراجل الغريب في الصفقه دي، وهو ان يدفع ثمن ان هو يعيش لمده طويله من سعادته ان هو يعيش حياه تعيسه. وفعلا المدينه انتشر فيها وباء كبير اللي هو وباء الكوليرا او مرض الكوليرا، خلى الناس كلها تهرب، واللي فضل في المدينه بقى بيموت او مصاب بالعدوى، وبالتالي التجاره بتاعت الراجل ده وقفت، وده اول حاجه حزينه حصلت له. والدليل على الكلام ده طبعا الرساله اللي مكتوبه على الحيط اللي هي ذا ووتر از بلاك وذ فينوم. تاني حاجه حزينه حصلت للراجل ده ان بنته الوحيده اتجوزت واحد يهودي اسمه اسحاق، وهربرت ده راجل الماني بيكره اليهود عامه، يعني من الاخر بنته عاقت رايه وعملت حاجه غصب عنه واتجوزت واحد يهودي، فكل ده خلى حياته تعيسه وهو حزين جدا. ولكن هو عاش لمده جيلين، اول جيل هو جيل بنته اللي هي بعتت له الجواب وان هي اتجوزت واحد يهودي والكلام ده، وتاني جيل وهو الجيل بتاع حفيده اللي هو لسه هيتولد. وانت هتعرف المعلومه دي عن طريق الرساله، هي هتلاقي ان البنت بتقول ان انا حامل في طفل، بقى تعالى عد علينا وشوفه. وفعلا الحفيد ده لما اتولد الصفقه تمت وانتهت، وهربرت شاف جيلين وعاش لمده طويله ودفع ثمن الكلام ده كله من سعادته. ولما خلصت الصفقه رجعت كل حاجه زي ما كانت، ومدينه ارماديلو خلص منها الوباء، ومجرد ما الحفيد اتولد الصفقه تمت والاتفاق خلص. يعني هربرت مون عمل صفقه مع حد باين عليه ان هو مش بني ادم وكانه شيطان، بس الحقيقه ان الراجل الغريب ده مش شيطان، لان الشيطان في الصفقات اللي زي كده مش بيقولك ان انا عايز الثمن من سعادتك، بيقولك ان انا عايز الثمن روحك نفسها. ولما الصفقه بتاعت الشيطان بتخلص بتلاقي ان في كده زي حاجه تركايه كده اللي هو ضحك عليك في حاجه، ولكن في الحته دي الراجل ما ضحكش عليه، ده قال له ان انت هتعيش لمده جيلين. وفعلا لما خلص الجيلين وشاف حفيده وشاف بنته، المايه رجعت لمجاريها والمدينه خلص منها الوباء، وبدليل الجزء الاول المدينه كانت ماشيه فيها الحياه زي ما هي. فاعتقد ان الراجل الغريب ده مجرد ملاك جاي عشان يكفر ذنوب المذنبين بطريقته، عشان كده ظهر لجون في الجزء الاول وخلاه يعمل مهمات كتيره جدا فيها افعال خير، وظهر لصاحب المحل اللي اسمه هربرت علشان يكفر له عن ذنوبه بالاسلوب ده. وبكده وبشكل رسمي اقدر اقول لك ان الراجل الغريب ده مش انسان،
انسان اصلا، واعتقد هو اقرب لملاك هدفه انه يكفر ذنوب الناس. في معلومه جانبيه كده ان في ناس عندها اعتقاد ان الراجل الغريب ده هو جوزيه تريلوني، الراجل اللي موجود في العصابه، وحجتهم بكل بساطه الشكل، لان هو راجل نفس الشكل يعتبر، نفس ملامح الوش، نفس الشنب، نفس البدله، يعتبر حاجات كده. وفي الحاله دي اقدر اقول لك ان جاك سويفت نفس الكلام على فكره، اللي هو الراجل بتاع ريدد ريفولفر اللي انا اتكلمت عنه في فيديو من الفيديوهات. بس طبعا الكلام ده كله عباره عن حاجات غلط ونظريه ضعيفه جدا، وفي ثلاث اسباب للكلام ده. اول حاجه فرق الصوت، تريلوني صوته عادي جدا ومايل للرفيع باللهجه الانجليزيه البريطانيه، اما الراجل الغريب صوته عميق وتقيل ولهجته بسيطه امريكيه. تاني سبب هو اللبس، تريلوني على طول بيقعد يغير لبسه لان هو راجل مهمته انه يسافر كتير ويعرف اخبار وهكذا، اما الراجل الغريب ده ظهر 4 مرات، 3 مرات في الجزء الاول ومره في الجزء الثاني لما ظهر في المرايه، الاربع مرات كان لابس نفس البدله. ثالث سبب واقوى سبب واكتر سبب المفروض يكون واضح يعني، وهو ان جون ما عرفش اصلا مين هو الراجل الغريب. مش مفروض جون كان زميل تريلوني في العصابه بتاع الدوتش؟ لو كان تريلوني هو الراجل الغريب كان زمانه عرفه على الاقل، بس الحقيقه هو ان هو ما عرفوش ولا حتى افتكر شكله، وتريلوني ما اعتقدش ان هو شكله يعني يتنسي. المهم كده انا اعتقد ان انا خلصت الكلام بتاعي، واعتذر جدا لو الفيديو كان معقد. لو شايف ان الفيديو معقد ابقى تعالى كلمني على تويتر ونتناقش، ولو عندك اي اسئله اقدر اكتبها لي في الكومنتات، ولو عندك اي اقتراحات برضو اكتبها لي في الكومنتات، وانا لو عجبني الكومنت هعمل له لاف، ولو عجبني قوي هعمل له تثبيت كمان ويبقى موجود في الاول خالص ما بين الكومنتات كلها. وما تنساش طبعا لو الفيديو كله عجبك يا ريت تعمل لايك، ولو عجبك قوي يبقى وريه لاصحابك وعرفهم مين هو الراجل الغريب ده. وزي ما قلت لك ان انت لو عايز تبعت لي حاجه ابعت لي على تويتر، بس ما تنساش تعمل لي فولو، وما تنساش برضو تعمل لي فولو على الاكونت التاني بتاعي على الانستجرام لو انت برضو عايز تتواصل معايا وعايز تتعرف على حياتي الشخصيه على تويتر او على انستجرام. وبس كده.